Hey, what's up everyone? It's Abdul Hadi with you. It's نعم it's مع العاقل أيضا. فيديو اليوم راح نصحح مفاهيم في اللغة الإنجليزية للأسف تعلمناها بشكل خاطئ. Here we go. We use it when we introduce ourselves. يعني لما تقدم حالك لشخص أو لمجموعة, okay, بتستخدم it, ما بتستخدم الأم, بتستخدم ال it. على سبيل المثال, who's speaking؟ يعني أنا على التليفون مع شخص, okay, وعم بيسألني الشخص who's speaking, مين عم بيحكي, فتلاقوا oh, it's عبد الهادي, معك عبد الهادي يعني, okay. We don't say I'm عبد الهادي, just say it's عبد الهادي. المثال اللي بعده, hello everyone, it's me عبد الهادي. طبعا هاي اللي قلتها بالسلايد اللي قبله, قلت لك مرحبا بالجميع, معكم عبد الهادي, ما قلت لك I am عبد الهادي. So it's me guys with you عبد الهادي, it's me. الجملة الأخيرة أو المثال الأخير, sorry, who is knocking the door, who is knocking the door, يعني مين عم بدق على الباب. So قلت لك oh it's me dad عبد الهادي, لاحظت انه هذا انا عبد الهادي. باختصار لما بتقدم نفسك اوكي بتستخدم ال it مع العاقل. So ال it ليست فقط مع غير العاقل, نستخدمها ايضا when we introduce ourselves. We use he or she with pets. Pets اللي هن الحيوانات الأليفة, يعني قطة أو كلب أو أي شيء أنت مربيه عندك في البيت وأليف, تستخدم معاملة الإنسان أوكي هي لو كان مذكر والشي لو مؤنث. خلينا نأخذ أمثلة. مثال الأول, What's your cat's name? What is your cat's name? So, oh, she's Shami. She is Shami. لاحظ إلنا هون الشي, طبعا هون الشي عائدة على القطة. أوكي guys, هون الـ subjective pronouns, راح أحط اللينك بالدسكريبشن اللي بحب يرجع له. She's really helpful. يعني هي كتير مساعدة, أوكي, مفيدة جدا للقطة. So هون الشيء عائد أيضا على القطة. So she's really helpful. He's my dog Gabby. So لاحظ he is my dog Gabby. يعني هذا أوكي هو كلبي Gabby. استخدمنا هون الهي مع الدوغ, مع أنه الدوغ غير عاقل. الخطأ الأخير اللي بنقع فيه اللي هي السفينة. السفينة ما بنستخدم مع الـ it, بتستخدم مع الضمير she. أوكي. So she مع السفن. So we use she with ships. Okay guys, with ships. The Titanic is a British ship. طبعا كلياتنا بنعرف التايتانيك السفينة الضخمة, بقول لك هون هي بريطانية, سفينة بريطانية هي التايتانيك. She sank in 1912. غرقت عام 1912. لاحظ قلت she sank, ما قلت لك it sank, she sank. المثال اللي بعده, She's very huge ship. يعني هي سفينة ضخمة جدا. Okay. So she, استخدمنا she هون, is very huge ship. مثال الأخير, She's well designed. She is well designed. يعني تم تصميمها بطريقة رائعة. Okay guys. So she is well designed. باختصار يا جماعة الموضوع, ال it تستخدم أيضا مع العاقل عندما نقدم أنفسنا لأشخاص آخرين. نستخدم ال he للحيوانات الأليفة المذكرة والشي للحيوانات الأنيثة, الحيوانات الأليفة سوري, المؤنثة. الحالة الثالثة والأخيرة اللي هي مع السفن نستخدم شي, أوكي, نعتبره مؤنث مفرد. So she, أوكي guys, so she مع الشيبس. هذا كان الفيديو لليوم, أتمنى أكون استفدنا. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى زر الاشتراك بالقناة. Thank you guys for watching me and see you next video.